عزيز الممرض، احذر من الألارم فتيك. حسب تعريف الـ AACC اللي هي منظمة ممرضين العناية المركزة في أمريكا، بتقول إنه الألارم فتيك هو عبارة عن عدم حساسية ممرض أو العامل في العناية المركزة، سواء ممرض أو أخصائي تخدير أو طبيب ICU، عدم حساسية الواحد منهم أو عدم اهتمام الواحد فيهم بصوت الألارم. الواحد فيهم بعد ما يداوم سنين وسنين بالـ ICU يصير لما يسمع الألارم تبع المونيتور ما ينتبه وما يهتم، مع انه ممكن الالارم معناه اسيستول، ممكن الالارم معناه تاكيكارديا، ممكن الالارم معناه شكب الريثم او لو اس بي او 2، لكن في ناس من كثر ما قضت سنين في المهنه ما بتهتم وبتقول لك بتلاقي فلت سلك او المريض يتقلب او اشي زي هيك. هذا الامر خطورته تنبع من انه زي ما انتم فاهمين ممكن يكون في اشي سيريوس وانت مفكره اشي تافه، تفكر انه سلك فلت عن صدر المريض او اشي والمريض بيكون قاعد بموت. ومشكلة هذا الالارم انه بيكون تايم سنسيتيف، يعني الثانية بتفرق، يعني التأخر بالرد بيكون مصيبة. فنصيحة لكل زملائنا في الاي سي يو انه حاولوا انه تتخلصوا من هاي النقطة او ما توصلوا لهاي المرحلة بسرعة، لانه الله يستر شكله الكل لازم يوصل لها.